تطورات في علاقة بالمفاوضات. من المفروض مضي ساعتين ونص يتم إمضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، هل هذا ينطبق أيضا على التعليم الأساسي أم لا؟ هذا الجواب يجاوبنا عليه مباشرة كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشيبي. سي توفيق تحياتي. توفيق الشيبي أهلا وسهلا، مرحبا سي توفيق. مرحبا بك وبكافة المستمعين. سي توفيق، قبل ما ندخل معك في التفاصيل وفي المطالب، أنتم قلتوا لا خطبونا لا عطينا ولا نعرفوا المفاوضات هذه في علاقة بالوزارة، ما ينطبقش عليكم، ينسحب عليكم الاتفاق أم لا؟ هو في الحقيقة بالنسبة لنا المفاوضات يعني مع وزارة التربية توقفت آخر جلسة كانت يوم 3 مايو، ولا نريد أي طرف يتفاوض باسم الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وحتى المكتب التنفيذي يعني يكون حاضر معنا ويدعمنا ولا يتفاوض باسم القطاع. الهيكل الوحيد المخول له التفاوض باسم القطاع هو الهيكل الممثل لذلك القطاع. احنا ما توصل له قطاع التعليم الثانوي نباركه، باعتبار ان الهيئه الاداريه القطاعيه نتاع التعليم الثانوي يعني قبلته وهي حره في ذلك، ولكن ان يسحب هكا ويسقط على قطاع التعليم الاساسي دون جلسات تفاوض مع الجامعه العامه للتعليم الاساسي، لان كل قطاع له خصوصيته وثم متخلدات تاع الثانوي ما هيش تاع الاساسي. انتوما شنو اللي تفرقوا عليهم في علاقه بالمطالب خاصه؟ شنو طالبين؟ لا هو بالنسبه لنا تاع وقت يتحدث البيان تاع وزاره التربيه ولا ما توصل اليه ان متخلدات بالنسبه لسنه 2019 هذه تم التعليم الثانوي. احنا عندنا محضر اتفاق 16 نوفمبر اللي يفترض راي اللجان نتاعو انها تشغالها اخر نوفمبر لحد الان لم تكن يشغل. نعم. وعندنا محضر جلسه 1 مارس 21 اللي يفترض يحول الى اتفاق، اصبحنا نتفاوض في المخرجات هذه السابقه، يعني تراجع والتفاف حتى على مواقع الاتفاق حوله في محضر جلسه 1 مارس. اذا المطالب ذات الانعكاس المالي بالنسبه لوزاره التربيه في اخر جلسه يعني جوابها اجمالي لن نتفاوض في المطالب ذات الانعكاس المالي. أيوة. وترحل الى سنه 2024. اذا لم تقدم لنا مقترحات احنا بتاتا. هذاك علاش المطلوب هو ماذا؟ الخيار الافضل هو ماذا؟ هو الجلوس على طاوله المفاوضات وتقديم مقترحات وتبادل وجهات النظر، وما نتوصل اليه وقتها سيقيم كمحصول تفاوضي يعني من طرف الهيئه الاداريه القطاعيه للتعليم الاساسي يعني. دونك بالتالي اليوم الامضاء اللي باش يصير من المفروض ماضي ساعتين ونص بمقر وزاره التربيه ما يشملكمش، ما كومش حاضرين، ما تمش دعوتكم. ليه ما يشملناش؟ هذاك خاص بقطاع التعليم الثانوي. يعني المفاوضات نعم. جدت بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي نعم. وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه. أما المفاوضات مع قطاع التعليم الأساسي يعني توقفت منذ 3 مايو إلى حد الآن، لم تتم أي جلسة ولم يقدم أي مقترح أو أي يعني حلول لهذه الإشكاليات. مواصلين بالتالي في حجب الأعداد في التعليم الأساسي. الهيئة الإدارية انعقدت يوم 9 مايو نعم. وقدمنا لها يعني المحصول التفاوضي اللي جد، وإن كان هو في الحقيقة ما هوش مقترحات وإنما تراجعات على ما تم الاتفاق فيه في محضر جلسة 1 مارس. الهيئة الإدارية تأتى ذلك، وخاصة أن الوزارة وقتها رافضة تماما التفاوض في المطالب المادية. نعم. إذن الهيئة الإدارية قررت مواصلة الحجب بنسبة الثلاثي الأول والثاني والثالث مع تنظيم وقفات احتجاجية يعني جهوية وتتوج بيوم غضب وطني. الجامعة العامة تفعيلا لقرار الهيئة الإدارية قسمت البلاد إلى 4 أقاليم، وانطلق الإقليم الأول وهو إقليم الجنوب اليوم في وقفة بساعة في كافة مدارس هذه الإقليم اللي هم 6 ولايات. جابس من التاسع مدنين اللي هم تطاوين قبلي قفصة وتوزر. جابس وقبلي وتطاوين وقفصة وتوزر ومدنين. نعم. هذوما نظموا وقفة بساعة من 9 للـ10، ثم بعد ذلك تجمعات في المندوبيات الجهوية.
الاقليم الثاني سيكون اقليم الشمال يوم 25، والاقليم الثالث الساحل يوم يعني 26، يوم 30 مش يكون اقليم تونس الكبرى مع بنزرت ونابل، وهذه الوقفات ستتوج بيوم غضب وطني سيحدد تاريخه لاحقا. ولهنا يتسائلوا اكيد الاولياء اللي يسمعوا فينا، يقول لك مسيره لامذا جماعه الاساسي باش نعملنا فيهم توفي على قبح حجب الاعداد سيش مازال على سنه دراسيه دايوغ اي اسابيع. هو اذا كان اذا كان اذا كان الوزاره تحب تحل الاشكال، واحنا كيف قلت لك نعتبروا ان افضل اسلوب وخيار هو التفاوض، قادرين ان نتوصل الى حل الواقع. اما اذا كان التساؤل يطرح لماذا تتفاوض مع قطاع وتغلق باب المفاوضات امام قطاع اخر؟ هل لان القطاع الشقيق عنده وسائل ضغط اكثر، بكالوريا وغيرها الى غير ذلك؟ التساؤل يطرح نفسه، يعني لماذا ذلك؟ اما اذا كان ما توصلناش احنا ماضون في تفعيل القرار تاع سلطة القرار الهيئة الإدارية، وأكثر من ذلك نخشى أن ترحل الأزمة إلى السنة الدراسية، لأنه ما نحبوش في كل مفتتح سنة دراسية نعاودوا يعني أزمة من جديد وكذا، وقتها يولي وكأن ضرب ممنهج للمدرسة العمومية وللمنظومة العمومية. الخيار الأفضل هو الجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم مقترحات اللي ينجم يتفاعل مع القطاع تفاعل ايجابي. بودي تتفاعل ايضا سي توفيق الشابي مع الاولياء اللي كانوا قضاوا او تقدموا به قضايا ضدكم انتم تعليم الجامعه التعليم الاساسي، كما تقدموا ايضا ضد جامعه التعليم الثانوي، نحب ناخذ موقفك من رده فعل الاولياء. طبعا احنا حاولنا قدر الامكان ان نجنب التلميذ يعني هذا الخلاف مع وزاره التربيه، لانه تعرف انت في مفتتح السنة الدراسية كانت مقاطعة نتاع شهرين، كنا نجم نقحم القطاع كامل في مقاطعة، ولكن احنا فضلنا ان نمكن ابنائنا من حقهم في التعلم وحقهم في التمدرس وحقهم في التقييم، باعتبار اعددنا الاختبارات وانجزناها واصلحناها ومددنا ابنائنا التلاميذ بالاعداد، والاولياء طلعوا على وثائق ابنائهم، لكن المسؤول على استفحال الازمة وعلى يعني توصلها الى حد الان هي عدم جديه وزاره التربيه في التفاوض من اجل ايجاد حلول لهكذا اشكالات. رغم ان وزاره التربيه تقول تتبنى وتتفهم المطالب نتاعكم، لكن تقول في حد ذاتها الوضع المادي، وما يخفيش الوضع الازمه الماديه اللي تعيشها تونس كبيره، ما تتحملش مطالب اخرى سي توفيق على الاقل في الوقت الراهن. هذا احنا ماناش متكلفين وماناش متحجزين ومتاكدين ان الوضع المادي والميزانيه العموميه يعني في حاله صعبه، هذا مما لا يشك فيه احد، ولكن احنا اللي يتواصلوا له توا مع التعليم الثانوي او شبيهه قلنا شنو هو؟ انك ترفض التفاوض في المطالب الماديه اجمالا، هذا يزيد يوتر العلاقه. هات تتفق من حيث المبدا ونجدول عملية الدفع، هو صار مع التعليم الثانوي. معناها طالبين على الأقل تخرجوا باتفاق حتى كان مش باش يكون المفعول بالوقت بالزيادة. بطبيعة الحال يعني ما قلناش أعطينا توا احنا، ما قلناش أعطينا توا، يعني يمكن أن نتوصل إلى اتفاق هي انطلاقا من 24 25 إلى غير ذلك، أما أنك تصد الباب تماما وترفض التفاوض ومن جانب آخر تتفاوض مع قطاع آخر إلى غير ذلك، هل أن هذا استخفاف بمطالب المعلمين وبطالب المدرسين التعليم الأساسي؟ هذا مش يزيد يأجج الواقع أكثر ويقلب أكثر ربما للخصوصية. سي توفيق وأنت مربي بالأساس، تعرف عندك بكالوريا، امتحانات البكالوريا سيء، من المفروض لازم يلقوا حل مع التعليم الثانوي بالأساس في علاقة برفع الأعداد، عندك النوفيام زاد مناظرات وطنية كبيرة كما هكا، من المفروض إذا كان راهو الاساسي هو، مع احترام للقطاعات كلها، راهو الاساسي هو الاساسي، راهو اذا كانت تحب تنهض بالمنظومه التربويه عموما عليك ان تعتني بالتعليم الاساسي، لانه هذاك الحجر الاساس اللي به هو مش يتكون تترسم ملامح وشخصيه التلميذ في المستقبل يعني.
واضح. في انتظار نفهموا التفاصيل او ناخذوا موقف رسمي من الوزاره علاش التعليم الاساسي ليس مشمول اليوم بالاتفاقيه اللي باش يتم امضائها ماضي ساعتين ونص بمقر وزاره التربيه مع جامعه التعليم الثانوي. كما سمعتوا سي توفيق الشابي، انفراج الازمه في الثانوي لكن ما زالت تتواصل في التعليم الاساسي في علاقه بحجب الاعداد. شكرا جزيلا لك.